انطلقت بطولة فلايت فايترز 2017 للطيران الحر الداخلي بتنظيم من جرافيتي اندور سكاي دايفنج، والتي تقام بنفق جرافيتي الهوائي الزجاجي بمشاركة أكثر من 60 محترفا عالميا، بينهم 9 يمثلون الفريق الوطني على مستوى الرجال والسيدات. أكثر من 60 محترفا من مختلف الدول العربية والعالمية تنافسوا في بطولة فلايت فايترز للطيران الحر الداخلي، والتي تقام في أطول نفق زجاجي في الشرق الأوسط وبمشاركة 9 يمثلون مملكة البحرين. اليوم احنا في بطولة تحضيرية لبطولة كأس العالم إن شاء الله في أكتوبر 2018 الذي حظت به مملكة البحرين في الاجتماع الذي عقد في البرتغال. إن شاء الله هذه بيثمر جهود الاتحاد البحريني للرياضات الجوية ورئيس مجلس إدارة الشيخ محمد بن راشد الجرافيتي اللي سعوا لاستضافة مثل هذه البطولة. فريقنا متواجد في المستوى الثاني، ما زال فريقنا في المركز الأول والفريق الثاني في المركز الثاني، إن شاء الله نحقق ميداليتين في هذه البطولة. ملامح البطولة في يومها الأول كشفت عن حضور بحريني على منصات التتويج، فالأفرقة الوطنية المشاركة تميزت بسرعتها وتوازنها وحققت الكثير من النقاط المؤهلة للميداليات الملونة. ابتدينا أجواء البطولة في مركز جرافيتي، ولحد الآن تقريبا خلصنا 5 جولات اللي هي من لعبة الـ FS اللي احنا نسميها الفورميشن سكاي دايفنج، وبكره ان شاء الله جولتين لان التوتال حق ذي البطوله 8 جولات. والحمد لله يعني احنا من اول 5 قفزات من الثلاث الاوائل، ونطمح ان شاء الله ان نطلع ميداليه ذهبيه ان شاء الله في هالبطوله ان شاء الله. ولم تقتصر الافرقه البحرينيه بتالق الرجال وحدهم، فللمراه كان نصيب من البروز والتميز. هاي ثالث مسابقة، بس أول مسابقة الانترناشنال، وفي المسابقة اللي طافت حصلت الميدالية السيلفر في فريستايل وفي VFS. أشجع النساء يشاركون في كل شيء، حتى السكاي دايفنج، حتى كرة أو أي شيء، لأنهم ما يحبون يسوون هالأشياء وما يستانسون وايد، بس يروحون للطلعات وكذي. يوم يفصلنا عن ختام هذه البطولة التي أصبحت المملكة من خلالها محط أنظار لكل محبي ومتابعي هذه الرياضة. هي تهيئة لاستضافة بطولة العالم القادمة في هذا المكان، بطولة فلايت فايترز، جمعت محترفي هذه اللعبة من مختلف الدول، حاكوا متعة وإثارة تغلفت بروح التحدي والمنافسة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.